ناخذ اتصال اخر. الو. الو، حياك الله يا هلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اختي برد احنا عليك، احنا مفسوحة عقودنا بس الاسم الكريم 14 يعني 10/6. بس الاسم الكريم اذا امكن. مقداد دياله. مقداد من دياله، تفضل يا مقداد نسمع. شكرا. احنا 2014 يعني 10/6 مشمولين فقره لك. طيب. طلعت اوامر اداريه هوايه، واحنا ما عندنا شيء يعني. لا تحديد امني، لا علينا شيء، كل شيء ما عندنا، ليش اسمان اللي هسه ما طلعت؟ هم قالوا انه راح يتم يعني الاعلان ضمن وجبات معينه، بلشوا بالوجبات الاولى وبعد اكو وجبات يعني لحين موضوع التخصيصات الماليه يعني، وهذا حتى ما اكد بعض المتصلين في حلقه البارحه. هو احنا 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 مخصصين يعني احنا مخصصين من شهر 11 وال 12 وهسه احنا طبينا بالواحد. يعني احنا مخصصين 108,000 درجه. زين ليش يعني هذا التاخير شنو؟ يعني احنا لا علينا تحديد امني مثل ما بس الجهات المعنية أيضا ردت على هذا التساؤل أكثر من مرة وبأكثر من مناسبة، قالوا لكم يعني اللي ما عليه شيء وموجود اسمه وأكو تخصيصات مالية يجوز يكون التأخير مو موضوع التخصيص المالي، يجوز يكون التأخير الأوامر الإدارية، يجوز يكون إجراءات التدقيق. نعم هو بهذا الخصوص يعني احنا يا ريت توصل مناشدة من الوزارة انه يسرعون بهاي الاجراءات يعني. نعم احنا طالبناهم باكثر من حلقه وقلنا لهم يا ريت يعني لو شويه تكون الاجراءات اسرع، الاجراءات الاداريه واجراءات التدقيق حتى يتسنى للجميع العوده مما شملهم قرار العوده وطلعت اساميهم موجوده. تحياتنا لك يا اخ مقداد. أنا أشكرك وأشكر اتصالك ويعني إن شاء الله الجهات المعنية يستجيبون لهذا المطلب العام وهو تسريع الإجراءات بدل ما تكون الإجراءات بطيئة وروتينية نوعا ما مثل ما دا يشكي المواطن العراقي والمنتسب على وجه الخصوص، إن شاء الله تكون أسرع.